أهلا بكم، وهذه ساعة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية. في هذه الساعة نتابع تداعيات عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بينما يستعد سكان القطاع لاستقبال عيد الأضحى المبارك. واتصالا بهذا العدوان نتابع أيضا تردي الأوضاع الإنسانية العام في غزة، كما نتناول أيضا تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، ومنها نعرج على جنوبي لبنان حيث الأجواء لا تقل اشتعالا عنها في الأراضي الفلسطينية. البداية بالطبع ستكون من قطاع غزة. في شمالي قطاع غزة استشهد 19 فلسطينيا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء قصف الاحتلال لمنازل سكنية بحيي الشجاعية والتفاح في مدينة غزة. هذا وتحاول فرق الإنقاذ وأهالي غزة انتشال جثامين الشهداء من أسفل الأنقاض، كما نفذت مدفعية الاحتلال قصفا استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وسط المدينة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 8 جنود جراء احتراق ناقلة جند بشكل كامل عقب استهدافها غربي مدينة رفح الفلسطينية في جنوبي القطاع. كانت الفصائل الفلسطينية أشارت إلى أن الناقلة كانت تقل جنودا وضباطا من وحدة الهندسة، وتم استهدافها بواسطة قذيفة مضادة للدروع. الآن معنا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. يوسف طبعا أنا برحب بك، نظرة عامة معك على الأوضاع الميدانية في البداية يوسف في مختلف أنحاء القطاع. نعم داليا، في مختلف أنحاء القطاع استشهد 30 فلسطينيا حسب المصادر الطبية الفلسطينية في غضون 24 ساعة، 19 منهم ارتقوا إثر قصف الاحتلال لثلاثة منازل في حيي الشجاعية والتفاح، عائلة الجماصي والرملاوي وحتحت. جرى قصف منازلهم في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث كانت هذه المنازل تعج بالنازحين من مختلف المناطق من محافظة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطنين 19 إضافة لإصابة 50 آخرين نقلوا جميعا إلى مشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة. هذا القصف أيضا يتزامن مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمناطق الشرقية من محافظة غزة، وأيضا المنطقة الجنوبية الشرقية من حي الزيتون، حيث تتواصل العملية البرية الإسرائيلية المحدودة هناك. في منطقة جنوب القطاع وتحديدا في مدينة خان يونس حيث نتواجد، نسمع ما بين فينة وأخرى أصوات إطلاق النار الناجم عن استهداف مدفعية الاحتلال لأقصى المناطق الشرقية من محافظة خان يونس، وانفجارات أخرى أيضا تدوي في أقصى المناطق الغربية من محافظة رفح.
وهي المناطق التي تشهد عدوانا إسرائيليا مكثفا منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى اللحظة، حيث قصف حيي السعودي وتل السلطان بعشرات القذائف المدفعية، إضافة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على هذه المناطق عدة مرات، وكذلك أطلقت الطائرات المروحية نيران أسلحتها الرشاشة على منازل وطرقات منطقة تل السلطان، كذلك استهدفت الزوارق الحربية المناطق الغربية من المدينة. على مدار الساعات الأخيرة أيضا تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني وكذلك المواطنين من انتشال جثامين لتسعة شهداء في مناطق متفرقة من مدينة رفح، بعضهم استشهد خلال الأسابيع الماضية ولم يكن بمقدور أحد الوصول إلى تلك المناطق نظرا لكثافة إطلاق النيران، وآخرون استشهدوا فجر هذا اليوم جراء القصف العنيف الذي تعرضت نعم له يوسف. المناطق الغربية من نعم. المدينة. هل يمكن يوسف أن نربط هنا بين هذا التكثيف في استهداف مدينة رفح وهذه الأنباء الآتية من جيش الاحتلال بأنهم ربما يستعدون للانسحاب من المدينة في غضون أسبوعين من الآن؟ هل الوتيرة مرتفعة عن المعتاد مثلا؟ هل يمكن الربط بينهما يوسف؟ أولا لابد من الإشارة داليا إلى أن الإعلام العبري تحدث عن انتهاء العملية الإسرائيلية حسب الترجيحات بعد أسبوعين في مدينة رفح، لكنها ذات المصادر التي أكدت أن الاحتلال سيحاول الحفاظ على مناطق تواجده في منطقة محور صلاح الدين الذي يسميه الاحتلال بمحور فيلادلفيا، بمعنى أن ما يجري في المنطقة الغربية من مدينة رفح وهذه الكثافة النارية ربما لها علاقة مباشرة بمقتل الجنود الثمانية حسب ما أشارت وسائل إعلام عبرية، لأننا اعتدنا أن المنطقة التي يتعرض فيها الجيش لضربات من المقاومة الفلسطينية يكثف استهدافها، وتتكثف أيضا الغارات التي تستهدف الأحياء السكنية فيها، فيما يبدو أنها عملية انتقام من هذه المناطق التي يتعرض فيها الجيش لضربات من قبل المقاومة. ومنطقة تل السلطان هي المنطقة التي قتل فيها الجنود الثمانية حسب ما تشير بعض المصادر العبرية بعد استهداف ناقلة جند لوحدة الهندسة الإسرائيلية، وعلى ما يبدو أن هذه الناقلة انفجرت بما تحتويه من متفجرات كانت تحمل هذه الوحدة من أجل القيام بتدمير بعض المربعات السكنية في منطقة تل السلطان. لذلك في كل مرة يكون هناك قتلى إسرائيليين يكون هناك غطاء ناري من قبل الآليات والطائرات الحربية الإسرائيلية، أولاً من أجل إجلاء القتلى والجرحى، وثانياً انتقاماً من سكان هذه المنطقة وأحيائها السكنية التي توغلت فيها الآليات وتعرضت فيها إلى الكمائن إلى كمائن المقاومة. طيب يوسف، ونحن على أعتاب عيد الأضحى في الغد، كل عام طبعاً وأنت بخير وكل أهل غزة بخير، هل من أجواء مختلفة؟ ربما أعرف بالطبع أن هناك الكثير من الألم في القطاع، لكن هل حل على أهالي غزة العيد؟ حقيقة داليا وليست يعني من صورة سوداوية أو أن ننقل صورة مأساوية، لكن هكذا هو الواقع دون تجميل في غزة. أي عيد يمكن أن يزور القطاع وفي كل يوم يودع عشرات الشهداء؟ أي عيد يمكن أن يستقبله الأطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم، وبعض العائلات مسحت من السجل المدني؟ لم يبقى هناك أسواق في غزة لتبدو فيها المظاهر. هنا في محافظة خان يونس أسواق المدينة دمرت بشكل كامل. في مثل هذا اليوم يوم عرفة تكون غزة تعج بالمواطنين في كل الأسواق، مظاهر البهجة كانت ترسم في كل الطرقات في غزة. اليوم الفلسطيني كغيرها من الأيام الماضية من النزوح استفاق باكرا يبحث عن المياه الصالحة للشرب، استفاق باكرا لترمم المرأة ما يمكن ترميمه داخل هذه الخيمة. المرأة الفلسطينية لن تتزين هذا العام لاستقبال المهنئين، وإنما لترتيب قليل في هذه الخيمة المهترئة بسبب الظروف القاسية. الأطفال لا يجدوا ملبسا اليوم ليشتروه، لا نقول إن الواقع الاقتصادي المتردي لا يسمح للآباء
بتوفير الملابس، حتى الأسواق لا توجد فيها ملابس من أجل أن يبتاعها الناس. الحصار الإسرائيلي المفروض يحرم الفلسطينيين اليوم من السلع الأساسية لوجود للخضروات في غزة، كي توجد ربما الأشياء الترفيهية لهؤلاء الأطفال. الفلسطيني يستقبل العيد هذه المرة بشبح المجاعة الذي يخيم على محافظتي غزة وشمالها، وأيضا بوادر هذه المجاعة تلوح في كل محافظات القطاع نظرا للنقص الحاد في كل السلع الأساسية والتموينية. اليوم صباحا كنا نعيد تقريرا عن ملامح العيد فلم نجد أي من المظاهر في كل الطرقات. المرأة الفلسطينية انشغلت في توفير هي الأخرى احتياجات فرن الطين من أجل أن تعد قليلا من الخبز لأطفالها. الأطفال صباح هذا اليوم وفي صباح الغد أيضا سيذهبون إلى طوابير المياه وطوابير المخابز من أجل الحصول على فتات يقيتون به أنفسهم. هذا هو الواقع بكل أسف. هكذا يستقبل الفلسطيني عيد الأضحى. لا توجد أضاحي في غزة لأن الاحتلال الإسرائيلي حال دون دخولها عبر المعابر المغلقة. أسعار الأضاحي اليوم أيضا لا يستطيع أحد شرائها سوى بعض المؤسسات التي دفعت لقليل جدا من المواشي المتوفرة في القطاع. أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من خان يونس يوسف أبو كويك على كل هذه المعلومات. شكرا يوسف. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15,000 طفل شهيد. وأضافت الصحة الفلسطينية أن الواقع الإنساني في شمالي غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، مشيرة إلى وجود نحو 10,000 مصاب حالتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. كما أوضحت الصحة الفلسطينية أن هناك 60,000 سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض ويعانين من سوء التغذية. الآن معنا المزيد من المتابعة رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. سيد رائد أهلا بك، أبرز ما يمكن أن ترصده لنا في هذه الأثناء بعد كل هذه التقارير الأممية والدولية حول الوضع في غزة. سيد رائد، ما يتعلق بالمنطقة. نعم هل تسمعيني؟ نعم تفضل، أسمعك الآن جيدا. الوضع يزداد سوءا مع الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الصحية وعلى يعني جميع المحافظات قطاع غزة التي للأسف يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي الحاق الأذى والضرر الكبير في جميع مرافق الحياة، سواء كانت الصحية منها أو المرافق البلدية، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إبادة جميع مقومات الحياة بما فيها الجانب الصحي، مع خروج عدد كبير من مشافي قطاع غزة وبقاء عدد قليل للغاية يعمل. يعاني المواطنون سواء من المرضى أو المصابين من عدم قدرتهم على الحصول على الخدمات الطبية بشكل كافي، وذلك نظرا لشح المستلزمات والأدوات المتعلقة بالتخدير والتعقيم والوقود والأكسجين وغيرها من أدوات الجراحة. وهذا طبعا ينعكس سلبا على أن الخدمات الطبية ونوعية الاستجابة للطواقم الطبية العاملة، وهذه الطواقم هي بالأصل مستهدفة ومنهكة طوال هذا مدة هذا العدوان الطويلة، والتي يعني بحاجة يعني الآن وفورا لتدخل أممي من أجل وقف هذه الاعتداءات وتمكين هذه الطواقم الطبية من أداء رسالتها دون استهداف ودون أذى. سيد رائد، فيما يتعلق بأوضاع الأطفال تحديدا يبدو أن الوضع يتفاقم يوميا بالنسبة لهم، إضافة للأطفال الشهداء هناك الأطفال ممن فقدوا ذويهم، وكذلك هناك الأطفال الذين يموتون الآن بسبب المجاعة والجفاف. أبرز أيضا ما يمكن أن ترصده لنا فيما يتعلق بأوضاع الأطفال تحديدا. يعني هناك أكثر من 15,000 طفل تم قتلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العدوان، وهناك مئات الآلاف من الأطفال غير قادرين الآن على الحصول على الغذاء والعلاج والدواء جراء الممارسات الإسرائيلية. هناك أيضا مئات الأطفال ممن يعني أصبحوا في لديهم مشاكل نفسية حسب يعني المتابعة الميدانية لفرقنا العاملة في الدعم النفسي،
وايضا هناك الاطفال ممن فقدوا ذويهم، وهناك الاطفال المفقودين واطفال اخرين عالقين هناك. تصلنا مناشدات عده لاطفال عالقين تحت الانقاض واطفال مفقودين جراء الاعتداءات الاسرائيليه والتوغلات المتكرره في اكثر من منطقه في قطاع غزه، وبالتالي نحن نتحدث عن واقع طفوله غايه في التعقيد وغايه في السوء، لا يمكن لاي جهه في العالم ان تتحمل ما تتحمله اطفال قطاع غزه، وبالتالي نتمنى ان يكون هناك ضغط حقيقي من اجل وقف شلال الدماء ووقف هذه المعاناه للاطفال وغيرهم من ابناء شعبنا الفلسطيني. طيب، هل يمكن لنا أن نفرق بين الأوضاع في الشمال والأوضاع في الجنوب أو الوسط سيد رائد، وأنتم ربما تعملون في مختلف أنحاء القطاع، هل من فروق جوهرية بين مختلف جغرافيا غزة؟ يعني عموما جميع محافظات قطاع غزة ابتداء من الشمال ووصولا إلى الوسط والجنوب جميعها تعاني من الاستهدافات المتواصلة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ولكن ربما أشدها معاناة هي المناطق الشمالية التي يحرم قاطنيها من إدخال أي من الإمدادات المتعلقة بالمواد الغذائية أو المستلزمات الطبية أو حتى إمدادات الوقود، وذلك منذ فترة طويلة وقبل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني هناك وحدوث مجاعة فعلية وحقيقية أدت إلى وفاة العشرات من الأطفال وكبار السن الذين يعني لقوا حتفهم جراء عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء السليم او نتيجه التسمم والاصابه بامراض فقر الدم والهزلال وغيرها. اما مناطق الوسط والجنوب ليست بافضل حال، ولكن على الاقل هناك جزء يسير من المساعدات مما كان يصلها، ولكن اذا مستمر الحال على هذا المنوال وتم مع مواصله سيطره الاحتلال الاسرائيلي على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ومنع ادخال المساعدات، فان هذا من شانه ان يزيد من تعقيد الوضع الانساني في تلك المحافظات وان يحرمها ايضا من المعونات الغذائيه، وهو بالتاكيد ما سينعكس سلبا على حياه مئات الالاف من المواطنين هنا. فيما يتعلق ايضا بما ذكرته الان سيد رائد وسيطره اسرائيل على المعابر، والحديث الان ايضا عن تفكيك هذا الرصيف البحري الامريكي الذي كانت قد انشاته الولايات المتحده، هل تواجده من عدم وجوده بفارق بالنسبه لكم، فارق في نسب المساعدات التي تدخل للقطاع ام كانه لم يكن؟ حقيقه وجوده يعني حسب جميع الخبراء والمتابعين وحسب ما يصلنا من تقارير ومن متابعه على الميدان في الميدان عفوا لم يكن له اي تاثير على الاطلاق تماما، يعني ما تم مجموع ما تم ادخاله يعني كان يتم ادخاله في يوم واحد من ايام عمل معبر رفح البري، وبالتالي كنا قد اشرنا مسبقا بان لا بديل عن فتح ممر معبر رفح البري والذي هو بمثابه ممر تتدفق منه المساعدات بشكل يومي، وهو القادر على تلبيه احتياجات القطاع الصحي والانساني والاغاثي. اما الحديث الذي يدور عن ادخال مساعدات عن طريق هذا اللسان البحري او حتى ما يتم اسقاطه جوا، اثبت بالدليل القاطع بانها لا تفي بالاحتياجات المطلوبه وبانه لا بديل عن المعابر البريه المطله على قطاع غزه. طيب، أيضا فيما يتعلق بهذه المنظمات الأممية والتي تصدر تقاريرها ربما بشكل يومي سيد رائد، طبيعة التنسيق بينكم وبين المنظمات والهيئات الأممية التي تعمل في القطاع والتي تحذر يوميا من خطورة تردي الأوضاع وتطالب أيضا يوميا بضرورة وقف إطلاق النار، كيف تعملون مع الإنقاذ ربما ما يمكن إنقاذه؟ يعني منذ بداية العدوان ونحن على يعني تواصل وثيق مع جميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية وأيضا الشركاء في الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعلى رأسهم الأشقاء في الهلال الأحمر المصري، ونتعاون في أكثر من جهة أهمها هو رصد وتوثيق جميع الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات بحق المنشآت الطبية والكوادر الإسعافية والمنشآت الصحية، بالإضافة إلى تنسيق عمليات إدخال المساعدات و ما يتعلق من دعم القطاع الصحي والإغاثي، ونضغط الآن باتجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والكف عن استخدام سياسة التجويع في حربها التي تشنها على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات وتمكين الطواقم الصحية والإغاثية. نتمنى أن تثمر هذه الجهود على الضغط بهذا الاتجاه وأن تحترم إسرائيل المواثيق الدولية بهذا الصدد وتمكن الطواقم العاملة في الميدان من العمل بحرية.
أنا بشكرك شكرا جزيلا رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. شددت القائمة بأعمال مدير مكتب الأعلام في أونروا إيناس حمدان على احتياج قطاع غزة لإمدادات عاجلة، مضيفة أن المعابر البرية هي الأكثر فعالية لإدخال المساعدات. وفي تصريحات للقاهرة أشارت إيناس حمدان إلى ارتفاع أعداد الشهداء من موظفي الوكالة في قطاع غزة إلى 193 منذ بداية العدوان. يعني الأونروا أو الوكالة هي المؤسسة الأممية الأكبر التي تدير الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. نحن لدينا العدد الأكبر من الموظفين، لدينا 13,000 موظف في قطاع غزة، لدينا العدد الأكبر من المنشآت، وبالتالي نشرف على توزيع أو لنقل إدارة الخدمات الأساسية، وهذه تشمل خدمات طبية وخدمات صحة البيئة وإزالة النفايات وتشغيل الآبار وضخ المياه، وأيضا الخدمات المتعلقة بتوزيع المواد أو توزيع عفوا المواد الإغاثية بشكل عام، وصولا إلى تخزين المواد ونقلها وإيصالها إلى من يحتاجها في قطاع غزة. بالتالي نحن ندير عملية استجابة إنسانية متكاملة، ولذلك نحن نحتاج بشكل عاجل إمدادات تدخل بشكل كافي. الآن إلى أبرز التطورات في الضفة الغربية المحتلة. فجأة ما سمعنا الحروق والقلق، شفنا أشلاء، فجأة الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت، بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشهيد بدمه. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية جراء الهجمات على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال. وفي بيان لها دعت منظمة الصحة العالمية إلى الحماية الفورية والفاعلة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن مؤسسات الرعاية الصحية تعاني ولا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب نقص التمويل وانعدام الأمن ونفاد 45% من الأدوية الأساسية. القطاع الطبي بالضفة الغربية يعاني من هجمات الاحتلال. تحذير جديد أطلقته منظمة الصحة العالمية يعكس تدهور الأوضاع الصحية جراء القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على المرافق الطبية في الضفة الغربية المحتلة. المنظمة الأممية دقت ناقوس الخطر مؤكدة تسجيلها 480 هجوما على المرافق الصحية ومركبات الإسعاف في الضفة، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 95 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي، مطالبة بضرورة توفير الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة المحتلة. وبحسب السلطات الفلسطينية فإن مؤسسات الرعاية الصحية بالضفة الغربية المحتلة لا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز حكومة الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيكل من أموال المقاصة، وكذلك نفاذ 45% من الأدوية الأساسية. الاقتحامات والهجمات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال على مدن وقرى الضفة الغربية لم يسلم منها القطاع الطبي رغم كافة المناشدات الدولية بحماية المدنيين والمؤسسات الصحية التي من المفترض أن تحظى بحماية دولية. ميدانيا اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون في شمالي رام الله بالضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر طبية بإصابة شخصين في المخيم، إحداهما بالرصاص الحي في الرأس والأخرى بشظايا في البطن والساق. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا في المخيم واعتقلت آخر من حي المصايف في مدينة رام الله.
في جنين نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات في عدة قرى بالمحافظة، وأفادت مصادر أعلامية باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدتي كفر دان وبرقين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام على عدد من الفلسطينيين في قرية رمانة غربي جنين، ما أدى إلى إصابة بعضهم بالاختناق، فضلا عن إطلاق الرصاص على أحد المساجد بالقرية. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنة واستولت على مركبتها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبسيطة شمالي غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية برفقة عدد من الآليات العسكرية. الآن نتحول إلى آخر التطورات في لبنان. أفادت وسائل أعلام لبنانية بمقتل شخص وإصابة آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في منطقة بنت جبيل جنوبي لبنان. أكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قصف مبنى تابع لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، كما ذكر جيش الاحتلال أنه تم استهداف منصة إطلاق صواريخ باتجاه منطقة أفيفيم ومستودع أسلحة وبنية تحتية في جنوبي لبنان. الآن معنا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، طبعا أهلا بك، لو تطلعنا على آخر وأبرز التطورات الميدانية الآن وهذه الجبهة المشتعلة منذ أيام، هل هدأت الأمور قليلا أم لازال الاشتعال هو القائم؟ في البداية بالفعل الاشتعال لا يزال هو سيد الموقف على الجبهة الجنوبية اللبنانية. قبل قليل أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عملية بأسراب من المسيرات على قاعدة خربة ماعر وهي مقر كتيبة المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي، وأكد أن هذه العملية تأتي ردا على الاعتداء على بلدة جويلية، وهو الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي أو مساء الثلاثاء الماضي، واستهدف أحد القيادات الميدانية البارزة لحزب الله وعدد من مرافقيه في هذه المنطقة بلدة جوية التي تقع في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، والتي كانت في مأمن عن الاعتداءات الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية. فكان هذا هو الاعتداء الأول لبلدة جوية منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني، وكان الاستهداف أيضا لهذا القيادي البارز. فربما على مدار الأيام الماضية واليوم لا يزال حزب الله ينفذ عمليات ثأرية لهذه العملية في جوية، وربما أيضا هذه العملية من أكبر العمليات، لأن الحزب استخدم سرب من المسيرات وتجاوز منظومة القبة الحديدية وأيضا الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصاب عدد من المباني داخل هذا المقر، مما أدى إلى تدمير جزء من المقر واندلاع النيران التي شيدت ألسنة اللهب بتتصاعد منها بشكل كثيف خلال الدقائق القليلة الماضية. طيب أحمد، هذه العمليات التي وصفتها أنت بالثأرية من قبل حزب الله، هل يظل الوضع على ما هو عليه وتظل ربما نطاق الاشتباكات في نطاق الرد والرد المقابل أو العمليات الثأرية والرد عليها، أم قد تخرج الأمور عن السيطرة أحمد وفقا طبعا للتقديرات لديك في لبنان؟ هل يمكن أن تنزلق لبنان لحرب نتيجة خروج الموقف عن السيطرة من قبل الطرفين بالطبع؟ نعم، ربما لا تزال الأمور حتى الآن منضبطة إلى حد كبير، حتى وإن كانت هناك بعض الخروقات سواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل بغاراته قبل أيام إلى بلدة الهرمل في الشمال الشرقي
للدولة اللبنانية، ووصل أيضا إلى جوية، وبأمس الأول كان هناك أيضا استهداف لبلدة جناتة. فرغم هذه الخروقات إلا أن الوضع لا يزال منضبطا. أغلب الأوقات وأغلب العمليات التي تنفذ من جانب جيش الاحتلال أو عمليات الرد وأيضا العمليات الكبرى التي ينفذها الحزب من الجنوب اللبناني لا تزال في إطار القواعد المنضبطة، لا مؤشرات إلى حرب كبرى حتى الآن، وذلك في ظل أيضا الضغوط والاتصالات المكثفة على المستوى الدبلوماسي من أجل منع جر لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل. وربما القيادي بارز في حزب الله تحدث قبل أيام وقال إن حزب الله لا يريد حرب مفتوحة مع لبنان، ولكن حرب مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال أراد الحرب وأقدم على هذه الخطوة، فإن حزب الله لديه من ترسانة الأسلحة التي تؤهله ليكبد جيش الاحتلال كثائر خلال هذه الحرب. ولكن صحيح أحمد، الأمر ربما هنا في هذه المواجهة ليس مرهونا بما يريده أو بما يرغبه حزب الله، لأنه ربما تكون لإسرائيل نوايا أخرى أو رغبات أخرى أحمد. لكن هل أيضا ونحن نتحدث الآن وربما من المنتظر أو من المرتقب أن يأتي المبعوث الأمريكي مرة أخرى، لا أعرف إن كانت السادسة أم السابعة أحمد، أوضح لنا من فضلك، إلى المنطقة، هل يمكن أن يحدث اختراق مختلف هذه المرة مع اشتعال الأوضاع إلى هذه الدرجة؟ نعم بالتأكيد، ربما هناك تعويل كبير على هذه الزيارة للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى المنطقة، لأن أموس هوكشتاين ربما حامل منذ بداية التوترات مقترحا لوقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وربما هذا المقترح قوبل بتأييد سياسي من قبل الدولة اللبنانية، وخصوصا أن هوكشتاين له تجارب ناجحة مع لبنان، حيث كان وسيطا في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022. وربما كان هناك استثمار لهذا النجاح في ترسيم الحدود البحرية للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البرية اللبنانية، وربما كل المؤشرات تقول إلى أن هذا الاتفاق قريب حول الحدود البرية. ولكن ما يعطل هذا الاتفاق هو إصرار حزب الله على وقف إطلاق النار أولا في قطاع غزة كشرط أساسي للدخول في أي مفاوضات، وبالتالي الوضع والعملية بين لبنان وإسرائيل ليست عصية على الحل، ولكن هناك حلول. الحلول تتطلب فقط وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جهة، وقف العدوان الإسرائيلي أيضا على البلدات اللبنانية، وخصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية على مدار الأيام القليلة الماضية توسعت في استهداف المدنيين في الجنوب اللبناني. ربما هذا الأمر ربما يجعل العمليات السائرية أكبر بكثير من الجبهة الجنوبية اللبنانية عن سابقتها خلال الأشهر الأولى للتوترات في الجنوب اللبناني. لكن أحمد، لماذا لم يستطع الرجل طوال جولاته السابقة وكما تقول أنت ربما يكون له رصيد بين الطرفين في التوصل لاتفاقات بين الطرفين، لماذا لم يستطع حتى الآن التوصل لاتفاق أو خرق بينهما؟ وهل تفصل إسرائيل بين الجبهة في غزة والجبهة في لبنان؟ لأنه ربما تتواتر الأنباء من أنه تنتهي الحرب في رفح أو ينسحب الجيش من رفح ثم تذهب للبنان. نعم، ربما هذا هوكشتاين تحديدا له بالفعل كما ذكرت رصيد كبير عن لدى اللبنانيين، ولكن ما يطلبه لبنان أو ما يشترطه لبنان أولا وتحديدا المقاومة الإسلامية في لبنان اشترط أولا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه أو هذا الأمر هو ما لم يستطع هوكشتاين وما لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن الضغط على إسرائيل من أجل تحقيقه. الوضع على الجبهة الجنوبية اللبنانية غير مرشح لأن يكون جبهة مستقلة إذا ما صارت الأمور في طريقها إلى الحل، لأن إنما صارت الهدنة قبل عدة أشهر في قطاع غزة، فانعكس هذا الوضع تلقائيا على الوضع في الجنوب اللبناني، وصارت وكان هناك سريان للهدنة في الجبهة الجنوبية اللبنانية، فبالتالي ما يحدث في قطاع غزة من هدنة ينعكس تلقائيا على الوضع في الجنوب اللبناني. ما يزعج إسرائيل هو الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة من المستوطنين الذين تركوا مستوطناتهم في الشمال جراء العمليات التي ينفذها حزب الله. ما تريده إسرائيل هو عودة المستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي بأمان، وهذا لن يتحقق إلا إذا
توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توقفت أيضا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. نعم أيضا التزام إسرائيل بالقرار 1701 الذي ينص على وقف أي عمليات عدائية تجاه الأراضي اللبنانية. صحيح، ربما تداعيات اقتصادية كبيرة لهذه الحرب على إسرائيل، وأيضا ربما تهدف من خلالها لاستعادة قوة الردع كما يقال في إسرائيل. أنا بشكرك شكرا جزيلا أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت. هذا وأعلن حزب الله استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وإصابة وتدمير جزء من تجهيزاته وراداراته. وكان حزب الله أشار إلى تنفيذ 18 عملية ضد أهداف لجيش الاحتلال عند الحدود بين البلدين خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا أن العمليات شملت استهداف مواقع الرمثة والمطلة بالأسلحة الصاروخية ومباني يستخدمها جنود الاحتلال في بعض المستوطنات. كما أضاف حزب الله أنه استهدف ثكنة عسكرية وانتشارين وثلاثة تجمعات لجنود جيش الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف طاقم إطلاق مسيرات وتدمير أجهزة تجسس تابعة لجيش الاحتلال. الآن معنا من بيروت العميد إلياس فرحات الخبير العسكري. سيادة العميد أهلا بك، ما مدى واقعية ووجاهة أن يطلب الجيش من المستوى السياسي بإنهاء عملية عسكرية في رفح ثم الذهاب إلى لبنان؟ أعتقد أن إنهاء العملية في رفح هو ناتج عن فشل تحقيق الأهداف التي كان يأمل بها نتنياهو عندما قرر اجتياح رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص بحثا على عدم اجتياح رفح، ورغم مناشدات العديد من الدول في العالم. لذلك ضرب عرض الحائط كل القرارات المجتمع الدولي ومناشدات الدول وذهب إلى رفح، وهو في ذهنه أنه سينهي حرب غزة في رفح بعد أن يقضي على قيادة حماس ويخلي سراح الأسرى بالقوة. لكن بعد شهر ونصف تقريبا على الدخول في عملية رفح لم يحقق شيئا سوى أنه دمر العديد من الأبنية وقتل المئات والآلاف من النساء والأطفال والمدنيين، ولم يصل إلى أي نتيجة. وبناء لذلك صدرت دعوات من الجيش ومن بعض السياسيين بإسرائيل إلى سحب القوات من رفح بأنه لا نتيجة للعمل العسكري هناك، والتوجه بها إلى الشمال على حيث الجبهة مستعرة مع لبنان. هل في هذا اعترافا ضمنيا سيادة العميد بأنه لا تستطيع إسرائيل أن تفتح جبهتين معا، بالنظر أيضا لهذه الجبهة المفتوحة كذلك حتى في الضفة الغربية؟ جبهة غزة يعني دخلنا في الشهر التاسع ولم تحسب إسرائيل شيئا يعني، وهي جبهة واحدة، و هناك يعني تفاوت كبير في قوى ووسائل بين حركة حماس وقطاع القسام وبين الجيش الإسرائيلي الكبير المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية بخط تموين مستمر. يعني هناك سفن تفرغ أسلحة وذخائر، وهناك طائرات تهبط وتحمل أسلحة وذخائر بشكل مستمر منذ 7 أكتوبر وتستكمل كل مصاف الذخيرة الإسرائيلي، يعني وهو مصروف يعني كبير جدا يعني في إن كان في الصواريخ أو بالقذائف أو بكل أنواع المتجه. لذلك جبهة واحدة لم يستطيعوا التغلب عليها. إضافة إلى أنهم دائما ما كانوا يصفوا حماس بأنها أضعف أعدائهم سيادة العميد. نعم نعم، هم يقولون أضعف أعدائهم ولن يستطيعوا لها خلال 8 أشهر. أما الاتجاه نحو لبنان وتحت ضغط النازحين فلا أعتقد أنه سيصل النتيجة، لأن أي تحرك باتجاه لبنان بالقوة يعني سيؤدي إلى مضاعفة عدد النازحين. بدل من 100,000 سيكون هناك 600,000 أو 700,000 نازح، وسوف تتفاقم المشكلة داخل إسرائيل، وهذه يعرفها بعض السياسيين في إسرائيل، وهناك كتاب كثير وضباط متقاعدين ذكروها أيضا في تحليلاتهم ومقالاتهم. طيب سيادة العميد، أخيرا بالنظر لما وصفه مراسلنا قبل قليل بأنه ربما عمليات ثأرية ثم
الرد عليها. هل حضرتك بتعتقد أن الواقع الآن والأرض الآن مهيئة لخرق قواعد الاشتباك أو لخروج الأحداث ربما عن السيطرة بين الطرفين؟ يعني بداية عملية ثأرية هو ينطبق جزئيا على ما يجري، لأن ثأر باغتيال القائد أبو طالب في حزب الله، لكن هدف هناك هدف آخر وهو إظهار حزب الله لإسرائيل ولكل المراقبين بأن اغتيال القائد الكبار لا يؤثر جهوزية مستوى ولا على العمليات، ولذلك نجد أن العمليات اشتدت لليوم الرابع بشكل كبير في المنطقة الشمالية، حيث تم معظم المراكز العسكرية في إسرائيل. وهناك أيضا هدف من هذا القصد هو يعني محاولة خلق ردع لإسرائيل كي لا تكرر هجماتها الثانية وعملية الاغتيال. أما سؤالك حول يعني تدحرج الموضوع إلى حرب شاملة، أعتقد أنه غير وارد حاليا، فأن الإسرائيلي يدرك تماما أنه إذا تورط في حرب شاملة فإن هذه الحرب سوف تصل إلى تل أبيب وحيفا وهرزلية ونتانيا وهذه المناطق قلب إسرائيل، وسوف تؤدي إلى يعني نهاية الخيانة الإسرائيلية. نعم سيد العميد، لهذا إسرائيل لن تقوم توسعة الحرب. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ضيفنا من بيروت العميد إلياس فرحات الخبير العسكري. ومع كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزم باريس تشكيل لجنة ثلاثية بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الأزمة الحدودية، بدأ الحديث يدور مجددا حول الوثيقة المكتوبة التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت في شهر فبراير الماضي. الوثيقة دار نقاش حولها مع المسؤولين اللبنانيين باعتبارها نواة لعمل اللجنة في حال تشكيلها وبدء عملها. المزيد من التفاصيل حول هذه الوثيقة مع شيماء الكردي. مع عودة التوترات الحدودية على الجنوب اللبناني الإسرائيلي بتصعيد متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، كشف الرئيس الفرنسي خلال اجتماعات مجموعة السبع عن عزم باريس بالتعاون مع واشنطن وإسرائيل لتشكيل لجنة ثلاثية لمحاولة إنهاء الأزمة بشكل أكثر دواما والقيام بمهام من الممكن أن تعيد الاستقرار إلى المنطقة. لم تنتشر أنباء كثيرة حول اللجنة الثلاثية المزمع تشكيلها، لكن الحديث عنها لم يكن جديدا، إذ حملها وزير الخارجية الفرنسي في شكل وثيقة مكتوبة إلى بيروت للمرة الأولى شهر فبراير الماضي. دار نقاش بينه وبين المسؤولين في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي دون الإعلان لاحقا عما آلت إليه هذه النقاشات. الهدف من الوثيقة كما كشف عنها وزير الخارجية الفرنسي هو قطع الطريق أمام صراع قد يخرج عن السيطرة وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار بين الجانبين وصولا إلى إجراء مفاوضات لترسيم الحدود البرية التي احتلتها إسرائيل من لبنان على مدار فترات زمنية متعاقبة. تدور بعض التفاصيل الخاصة بهذه الوثيقة المكتوبة التي وصلت إلى بيروت رسميا فبراير الماضي عن وقف أي نشاط عسكري بين حزب الله وجيش الاحتلال، بما في ذلك الغارات الجوية، وتفكيك حزب الله لجميع المباني ولقدراته العسكرية ومنشآته القريبة من الحدود لمسافة تمتد لعشرة كيلومترات جنوب نهر الليطاني، بعكس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يمنع حزب الله من وجود عسكري في ذلك الموقع. الوثيقة الفرنسية والتي اعتبرها المحللون نواة لعمل اللجنة الثلاثية التي تحدث عنها ماكرون احتوت أيضا على بند يقترح نشر الجيش اللبناني 15,000 من جنوده في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وذلك لضمان عدم إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل مع دعمه بقدرات تتيح له ذلك. محاولة غربية إذن قد تطرح على الساحة في الفترة القادمة، الهدف منها وتحديدا الهدف المعلن حتى الآن هو تهدئة الأوضاع في لبنان، لكن كثيرا من المراقبين يرون أن الإملاءات من الغرب لن تفيد بشكل كامل طالما ابتعدت عن تفاهمات حقيقية تحفظ حقوق لبنان وسيادته وتأخذ في الاعتبار كثيرا من موازين القوى التي شهدت تغيرات بعد 7 أكتوبر الماضي.
الآن معنا من بيروت محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. سيد محمد، طبعا أنا برحب بك. فيما يتعلق بهذه الوثيقة وهذا الدور الفرنسي، هل يمكن أن يحدث أي اختراق في هذه الأزمة الدائرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ الحديث الذي كان قبل هذا التقرير أيضا حول ربط الجهة اللبنانية إنهاء الحرب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي أي حديث اليوم عن مفاوضات هو جيد لوقف الحرب، ولكن أظن أنه سوف يكون حتى عند الانتهاء من المسودة النهائية، إذا صح التعبير واتفقت الأطراف على هذه المسودة، لن يتم وضعها موضع التنفيذ طالما أن الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تتوقف. طيب، سأعود معك. ربما الأعين كلها تكون موجهة دائما للأوضاع في غزة أو حتى الأوضاع على الجبهة الشمالية، لكن هناك تقرير لافت اليوم للأوضاع في الضفة الغربية من منظمة الصحة العالمية، والتي تتحدث ربما عن تردي شديد للأوضاع في الضفة نتيجة الحصار الإسرائيلي على سكان الضفة. هل رصدتم أي ربما مستجد في هذا الشأن؟ يعني نبدأ أولا بتصريح وزير المالية الإسرائيلي منذ بضعة أيام حول مصادرة أموال السلطة الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال وتوزيعها على عدد من الإسرائيليين مثلا، وبالتالي قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات التي كانت تقدمها من خلال هذه الأموال بالطبع تم تقويضها عبر هذه أو ما قامت به إسرائيل. على صعيد القطاع الصحي، يعني كما قالوا منظمة الصحة العالمية، صحيح العيون كلها على غزة، ولكن هنالك تضييق كبير أيضا من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية على المستشفيات، من ضمنها مثلا عدم السماح ب أو التضييق على إدخال كافة المواد الطبية اللازمة أو مواد طبية معينة عفوا، وأيضا حتى بموضوع الموارد لهذه المستشفيات وكيفية انفاقها على تطوير عملياتها، وهو ما أدى طبعا كما قالت منظمة الصحة العالمية إلى تقليص القدرة التشغيلية لهذه المستشفيات. طيب، أيضا فيما يتعلق بالتضييقات التي يمارسها المستوطنون أستاذ محمد على الشاحنات، شاحنات المساعدات التي تدخل للقطاع، ونوايا الولايات المتحدة في فرض عقوبات على هذه على هؤلاء المستوطنين، أولا هل رصدتم ربما ظواهر معينة، هناك أرقام معينة لهذه الاعتداءات، وهل الولايات المتحدة جادة في فرض عقوبات على هؤلاء؟ يعني الفرض العقوبات على هؤلاء المستوطنين بالجدير بالأفضل أيضا من يسمح لهؤلاء المستوطنين بعرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهنا يأتي هنا نقطة محورية في إثبات وجود نية الإبادة الجماعية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأنه لديهم واجب أو موجب بحسب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بمنع الإبادة الجماعية. عندما يقوم مستوطنون أو مواطنون لهذه الدولة بارتكاب أفعال تؤدي إلى تحقيق الإبادة الجماعية ولا تحرك ساكنا هذه الدولة، وبالتالي هذه قرينة أخرى للمحكمة بأن نية الإبادة الجماعية لدى القادة السياسيين الإسرائيليين موجودة، لأن هناك ربما حضرتك بتقصد أن هناك تسهيل لهؤلاء أو حتى إعطائهم بعض المعلومات حول خطوط سير هذه الشاحنات، وليس فقط أعطاء خطوط السير. يعني ما بداية الإبادة الجماعية منذ 7 من تشرين، وزير الأمن القومي مثلا وزع الأسلحة الحربية على كافة المستوطنين يعني الإرهابيين والمتعصبين. ماذا يعني ذلك؟ ويقول لهم استخدموا هذه الأسلحة.
نعم صحيح. أيضا سألتك عن مدى جدية الولايات المتحدة في فرض عقوبات على هؤلاء المستوطنين، لأن هناك مسؤولون أمريكيون أيضا صرحوا بأنه سيكون المزيد والمزيد من العقوبات على شخصيات أو منظمات تابعة لسموتريتش وبن كفير. إذن هناك خشية أمريكية من تمدد هذا الفكر وهذه السلوكيات داخل المجتمع الإسرائيلي. أستاذ محمد، يعني جدية العقوبات يمكن استنتاجها من أثارها، يعني ما أثر أن نضع مواطن إسرائيلي أو شخص إسرائيلي متعصب يسكن في مستوطنة على لائحة العقوبات، يمنع من مثلا فتح حساب مصرفي أو استخدام هذا الحساب بالدولار الأمريكي. هؤلاء المستوطنون أصلا هم لا يستخدمون الحسابات المصرفية، وهم ليسوا الرأسماليين الإسرائيليين، هم أدوات تستخدمها إسرائيل كمتعصبين تضعهم في الأراضي الفلسطينية للتضييق على الفلسطينيين. وبالتالي هذا يبين مدى جدية الولايات المتحدة، لأن هذه العقوبات ليس لها أثر مباشر على صناع القرار في إسرائيل. وبالتالي مثلا من يسلح، لو في دولة أخرى هنالك وزير يسلح متعصبين يهاجمون مدنيين بشكل مستمر، تضعه مباشرة الولايات المتحدة مثلا على لائحة العقوبات، بينما في حالة إسرائيل لم نرى أي حديث عن ذلك أصلا. وبالتالي ليس هنالك من خطوات جدية حتى الآن من الولايات المتحدة، على الرغم من كل التصاريح التي يطلقونها تبين جدية في ردع إسرائيل، على الرغم من أن هذه العقوبات هي سابقة، يعني لم تضع سابقا الولايات المتحدة أي نوع من العقوبات على أي شيء يخص إسرائيل، هي سابقة لابد من إشارة إلى ذلك، ولكن أثرها محدود جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ضيفنا من بيروت محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا. ختام هذه الساعة الإخبارية، تغطية دائما متواصلة ومستمرة مع حضرتكم على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى اللقاء.